أعتقد هذا هو من عدم ترتيب الأولويات ترتيبا صحيحا وعدم فهم الواقع أيضا. يعني يؤخون الخصم ثم يؤتى إلى شيخ مثل المدخلي وهو خصم عنيد للإخوان، رغم أنه هو في السابق أيضا كان محسوبا عليهم في سابق عمره، ولكن هذا لا يعنينا. هو يعني خصم عنيد للإخوان، فإذا أرادت مجموعة من الليبيين أن تطعن في مثلا في دار الإفتاء، فإن تصور دار الإفتاء للمدخلي ومن مثله بأن دار الإفتاء الليبية يسيطر عليها الإخوان المسلمون، أو تسيطر عليها داعش، أو تسيطر عليها جماعة مخالفة لمنهج السلف الصالح، وهم يقولون كذا ويفتون بكذا ويفتحون مكبر الصوت لهذا الشيخ ليشن حملته على دار الإفتاء الليبية. نعم. في الحقيقة يعني استغلال لعداوة المدخلي لتيار من التيارات من أجل يعني الطعن في الخصم السياسي الليبي. هذا أنا يعني تقييمي باختصار. لكن الشيخ سامي